ايه ده؟ ازاي؟ طب يا ولد، ايه يا ولد انت؟ يا ولد انت سيب الكوره يا ولد، يا ولد انت، يا ولد اللي هناك ولا حركه. تبع قيام، جلوس، قيام، تعظيم، سلام. مين اللي لطش سندوتش الفول بتاعك؟ ها؟ لازم تعرفوا ان انا من النوع اللي بضرب وفي نفس الوقت بنضرب، مفهوم؟ العبوا تاني. اللي واخد عقلك، بحب يا خميس، بحب يا سيدي. هانت اديك النهارده هتخطب، وبعده هتكتب، وبعدين تخلف، وبعد بعده تتجوز، وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس، يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير، واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا، وبعدين نروح دابي بصوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسة، وابن حبيبي هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا، وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا، يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس، لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحتة بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. وإذا ما أذنتلوش يفضل حابس الكحة لحد ما يروح القهوة ويطلب كرسي ويقعد يكح عليه. بس عليه كحة. ما شاء الله ما شاء الله يا أساتذة. إيه ده؟ إيه؟ عاملينها قهوة؟ تحب أوصلكم بنفسي على قهوة وكمان شيشة؟ لا أنا آخد حلبة حصى ودومنة. تاخد إيه؟ أنا عايز شيح بابوني. وأنت تهفت أهو. إيه؟ الحصة ابتدت بقالها 5 دقايق. اتفضل يا استاذ حسين، اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك. انت الاول. اخي برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقول لي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسه واترفدنا سوا، هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا حظوظ. خميس اقفل انت وهو بره. مدرسين خردة. طب خد الزمار بره. طب خد الزمار ده بره يا فندم. انت هو الزمار يا خميس بره. اكيد الوزاره مستقصداني، والا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى، منى جري يا بنتي، ما انا كملي بقيت لمسك العريسه. ما انا جاي، ما انا لابسه يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي موضه تكسب دي. يعني احنا بقى يا سي بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم. ويعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني انا اخرى. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشورى شورتي، انا هنا الراجل والكلمه كلمتي. انا ما عنديش حريم لي اصرف ابدا. يا حبيبي يا بابا. ايوه يا ست الكل جاي مش حاجه. يا بابا بس باخدها على قد عقلها. ستفك ربوع انا من فضل. انا فوت في السرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل دايلني في البيت بالشكل ده؟ قلت لك بتجيب لي العصر. لا لا، ما انا هلبس حالا اروح البس. ناوليني الجلابيه يا نبويه. ايه ده؟ جلابيه؟ انت يا راجل انت ناوي تموتني ناقص عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوك. انا يعني جيت إيه؟ اصل جيت اقول اللي يحبوك يوم قلت اللي يحبوك، وانا قصدي اقول اللي يحبوك. بذمتك انت يا راجل انت؟ وما نشيلش جزر، ما انت اللي لخبطيني كمان. وعلى العموم ما تدققيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر. طيب اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا. الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غلط في العنوان. الدنيا بتدور والناس بتتقدم يا بني ادم، مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر، هروح البس هروح البس. اتفضل. حاضر. يا دنيا
في السموكس لما بلبسه بقى زي حانوت الخواجات بالظبط. تعال هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكي ولاد الزمان بيحطوا اكله دول. انتوا بتعملوا ايه؟ خرابي. اهو ده اللي كان ناقص، الرجاله تمشي كلامهم على الحريم، والله عارف. ملعونة بالسموك اسلب اللي شر عليا بيه. ايه ده؟ مش معقول كده يا بنت. على فكرة تقدر تقولي ازاي وافقت ان الجدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رأيك؟ اصل الراجل يا ظريفة يا حبيبتي. اوه قلت لك 100 مرة بلاش ظريفة، ده اسم بايخ. معلش قولي يا زوزو. حقك عليا. اصل الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون وكلمني وقال لي انا جاي ازوركم في البيت الساعه 8. كنت اقول له استنى لما اخد راي الست هانم اللي موجوده في البيت. وانا ما قلتلكيش؟ لا مش انا جيت اقول له كده، السكه اتقطعت والحراره هربت. بقى الحراره هربت؟ والنبي وبقيت دايخ عليها بسلقط في ملقط ما لقيتهاش، بقيت واقف لايس كده في الحته وكل راجل فايت اقول له والنبي ما بشوفش حراره يا عم، والنبي ما بشوفش حراره يا عم. ايوه كل بقى الحلاوه كل. ليه بس كده؟ ليه الظلم ده؟ معلش الصبر. طيب اتفضل كمل لبس هدومك وما تنساش البرنيطة. ولا اقول لك بلاش البرنيطة عشان البيت الخايبة نسيت وجابت فيها الطرش. بقول لك ايه؟ ايه؟ البس السلطة بيا. ماشي بس قطع لسانك، حط القهوة ونجارة على المطبخ. نعم الزم خدمة. هو في الحقيقة أنا كنت جاي طالب إيد الأنسة منى، وأنا كل أمل إن المعلم عاشور هيوافق. نعم عاشور اسمه شوشو يا بلدي. شوشو؟ لما مؤاخذة معلم شوشو، مش كان واجب برضه تقول لنا علشان أقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب ده كلام؟ إحنا بتيجي الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا أستاذ خش في الموضوع. أنا شوشو بيه جاي اطلب ايد بنت سيادتك اللي انسه منى. هو كلمنا انا هنا شوشو بيه ملوش دعوه بالحكايه دي. ملوش دعوه ازاي؟ هو مش ده راجل البيت برضه ولا ده راجل كفته يعني عايز افهم؟ ومش الرجال قوامون على النساء ولا دي برضه غيرتوه؟ تقدر تقولي اولا انت تبقى مين وابني مين؟ الله هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربيه معاكي في الحاره، كنتوا بتجروا سوا ورا عربيه الرش. حتى كمان بالاماره كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكوا في السطوح عندنا عشان سلم سطوحكوا كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فوله واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها كانت جيتها حلوه. الله يخليك يا معلم. حتى مره زمان كان السروال بتاعك يا معلم كان مشهور عندنا وبعدين طار في الهوا. امي كانت زعلانه بشكل قعدت طول النهار تقول يا مصيبتي يا ندمتي هنعمل ايه يا واد يا تحسين؟ الدايره تكون الست ظريفه افتكرت اللي احنا ادينا السروال لابوك. وانا اقول لها ده كلام يا امه مش معقول، فين المعلم عاشور؟ من ابويا حكم. انتوا عارفين ابويا كان سفروت كده ومسلوع زي زعزوعة القصر. الله يرحمك يا ام. اسمع يا استاذ احنا ما عندناش بنات للجواز. بقى ده اسمه كلام يا معلم شوشو؟ انت مش مديني كلمه؟ كلمة؟ كلمتين شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسية؟ هو الجواز كمان غيرتوه بقى سياسة على بختي؟ زوزو في شوية مش كده. انكتم انت ليتك مش فايتة النهاردة. ابرنوي لما نبقى لوحدنا ابيك بوه افهمي كل حاجة. افهمني كل حاجة ان ما فرقتك طول بالك عليا. انت بتتني كده. انا اللي عايز بقى طلعوا على النبي. مفيش داعي. اللهم صلي على كامل النور. مفيش داعي خلاص. واذا كان على العيال دخلوهم داخلي بدل الشحطاطة في المحاكم والحاجات دي. مع السلامة يا أستاذ. طب مش نقرا الفاتحة الأول؟ مع السلامة يا أستاذ. المهر والشبكة طلباتكم إيه؟ الشبكة أنا بقول لك مع السلامة يا أستاذ. طب الدخلة والفرح أنا رأيي إنهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين عشان أنا جاي لي علاوة 12 قرش ونص. قلت إيه؟ قلت إن حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعة. استاذ انا اول مره حد يقول مرابعه. انا مره واحد قال لي امتلت دغدغته خالص. معلش روق دمك بس. روق دمك اسمع كلام. ايه انت دلوقتي تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوه هنتفق؟ بتقول ايه؟ بقول له مع السلامه. تبقى ازاي مع السلامه؟ مع السلامه يا استاذ. طب اطنشنا معلم شوشو. منى الله يخرب بيوبكم. ايه يا ماما اللي عملتيه ده؟ حكيت منتي خالص.
انا اعرف مصلحتك ومصلحه ابوكي. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكدم انت. فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوكي. انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت. وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس مش تحسين ابن متحسين. تعالى كده لما اعدي. عجبك كده يا سي بابا؟ بصراحة ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش. انت سامعاها وهي بتقول فمشيش فيه. يا استاذ لازم تعرف ان دي مدرسة مش سلخانة. هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم. ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار. وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس كل تلاميذ المدرسة في مادة التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي بفضل ارشاداتك العظيمه وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعيه عصيبه. ما دام بتقبض يبقى لازم تقول والا اقعد في بيتكم وريحنا. سياده البنظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم قعدك من النهارده صوته وهو بيشرح هيهز ويجلجل اركان المدرسه. التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندي انا يهمني تلاميذ المدرسه اللي هترفد من الوزاره بسببهم مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم ان شاء الله في اخر السنه هتكون النتيجه 5-0 لصالح الاهلي. انت يا جدع انت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما انا هو واحد يا فندم مش كده يا استاذ تحسين؟ انا اؤيد اقوال الشاهد واطالب ببراءه المتهم. ما شاء الله حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي. الله يكرمك. خلاص يا فندم يلا يا استاذ حسين يلا يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش انت الاول. اعوذ بالله يا راجل. ده انا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. انما انت استاذ تاريخ ليك منشنا ومرنا. خلاص يا استاذ تحسين يلا اعتذر لحضره الناظر وخليك ولد كويس. يلا 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 يا تحسين بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف. والله يلا يعني انا يلا انا يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجه. امشي يا فندم انت وهو على حصتك. مدرسين خرده وحياه النبي دول هيجيبوا لي ضغط. انا تعبان يا خميس تعبان. بعدين معاك بقى المره دي عدت. المره الجايه ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي يروح فقعك تقرير للوزاره يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس. كل ما اجي تحت تاريخ الاقيني بقول تواشيح. طب برضه ما قابلتهاش اسبوع بحاله. من يوم ما كنت عندهم في البيت ما اعرفش عنها اي حاجه. حتى التليفون كل ما اطلب النمره ترد عليا اللي ما تسماش. اروح اقفل السكه. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته وقال لي التنضيع عليا يا سي تحسين وخايف ليكون بيعممني لحد الوليه ما اتجوزها من ورايا. طب اسمع تعمل ايه في اللي خليك تقابلها تاني؟ في عرضك بعد الحصه السادسه تاخدني تفقعني غدوه على مزاجك وتهبشني ازازتين بايره وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب طيب يلا يلا. تاني انت. الو الو يا اخي. الو ما ترد يا جبان. اتكلم يا بجن. انطق يا مغفل. أو انت ايه ما بتردش ليه؟ تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي لكون جايبك كلب هول يطلعك من وسط 100 سماعه. ايه بس ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها. شوفها انت وحياتك. دي الساعه 5. اه 7 بالدقيقه هتكون مع منى. بجد خميس؟ بجد يا تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة. انما انا استاذ عربي داهية وانا داهية من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي. هاي الشاي ده بس الجاز كان كتير شوية. جاز ايه ده انا عامله بالصابون يا راجل. يجنن. طيب طيب جاي اهو يا باي. ايه ده خف ايدك شوية. وجع في ايدك. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه اهو اهو قول بقى. نهار كاش استاذ هاني. اهلا وسهلا. نعم. المصلحه جالها اختار ان تليفونكم عطلان. مين اللي قال؟
هو صحيح ما فيهوش حرارة بقاله ساعتين، لكن ما حدش يشتكى. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني، يعني ايه؟ تليفونكو يقول اه، احنا نقول ايوه اه وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات، ولازم تحقيق. اتفضلوا. التليفون فين؟ هو متلقح عندك، تعالى. كل يوم والتاني خسران جابك نصيبة. وقفتوا حالنا الله يخرب بيوتكم. الله، احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمة يا مدام. شكرا. الله، ده الحرارة. انا هتصلح. ها؟ اطمني يا استهاني، كل حاجة هتمشي طبيعي ان شاء الله. الانفلونزا مالية البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه؟ بعد الشمعة. بقولك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف اعمل. لا ما تخافش، خليك راجل. يا اسطى محمود. اسطى محمود. اسطى محمود مين؟ انا اسطى محمود. ايوه اسطى محمود. ايوه. خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. اتفلشت الالواز؟ يا ريت بس سخنه. يا بنت واقفة تتصنطي على ايه؟ تتصنطي على ايه؟ فين المخبط؟ اه اختي، امر ايه؟ دستور. وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان. فعلا ما فيهوش حرارة خالص. بقاله جمعة ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعة ما بينامش، مليان كلام حب وعواطف، محشر غرام واشواق. ايه؟ تحسين. منى مش قادر اصبر اكتر من كده. منها لله امك اللي حرمتنا من بعض المده دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركه في التليفون. ما تبقاش مجنون. مجنون مين؟ انا تعبان يا منى. الميه سخنت. بتغلي يا اسطى. اسطى انت بتكلمي عبد الحميد ترانك، فاهمه يعني ايه؟ وقعد يا طبيب. شيل الغطا، شيل الغطا. حط الايه؟ النصران الاول. ايوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكت يا وليه، مش فاهمك انت في التليفونات. هاتي هاتي الكركوعه اللي وقعت دي. التليفون الحراره ضايعه، لما الحرارة تضيع تسخن المية، تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. أيوة كده، فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله. تلاقي الألو ألو. ها؟ أكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعي حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل، ريحة تخبل. وإيه بيعملوا ده؟ عليا النعمة الهريك وأنا هنا. اي نعم انا مدرس تاريخ، لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضريع في اللغه العربيه. افهمتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا هتدخل. اتفضل حضرتك. اتفضل. ادخل. صباح الخير يا حضرتك. الناظر. مش ممكن يبقى في خير مادام انتوا الاثنين في المدرسه دي. ارجوك يا حضرتك الناظر، حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ، لان لنا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومه وعلى درجات، ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخره وقيله الحياه دي؟ مسخره يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ اه ملقاش. الهانم حكت لي على كل حاجه. استاذ خميس. افندم. اهي. شوف يا بيه، اصل انا بحبها والحب مش بايدي، الحب في القلب زي الرز في الكوسه يا فندم. ايه اللي دخل القرع في المدرسه؟ انت مش عارف انها متجوزه؟ متجوزه ده ايه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليا؟ حط البرنيطه لحسن ودين النبي اعمل لك صينيه كنافه في نافوخك. قليل الادب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. ان شاء الله اكون حرم تشيرش البيه. بحبها بحبها يا عالم، بحبها. تحب
متجوزة من 20 سنة دي تبقى جريمة يا فدي. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه انا قصدي على بنتها الانسة منى. هو معقول يا حرم ناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضو يا فندم عنده نظر والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكة بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده، والشكوى دي تبعتها الوزارة والا. من غير والا يا فندم. انا حوديها بنفسي ومش هتنقل من الوزارة الا يبعتوا صورة منها العشماوي شخصيا. شكرا. معلش هفرجك الكلب. تحياتي لشوشو بيه. شكوى؟ شكوى ايه؟ شكوى المدام بعتها فيكم انتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزلة، وانا بحبها. بحبها وعد الله بحبها. بس انا ما بحبهاش، هو اللي بيحبها يا بيه. يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون؟ انا ما انكرش. يا بيه اسمع مني انا بس. اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقه غير مشروعه؟ انا ما انكرش. خليك معانا بيه، اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور؟ انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، اللي تنكر وما تنكرش، بقولك بحبها 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 بحبها. ششت يا جدع يا جدع، اسكت شويه وبطل بحبها بحبها. اما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. بحبها خميس. هتترفض ومش هتلحق تتنيل يا خميس اخويا. ششت سيد الناظر، انما حدث حدث بيننا بنيه بيضاء ناصعه لا غبره عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حلاوه. الله اكبر الله اكبر. يحيى اتحاد الطلبه. زميلي هذا قلبه يحترق. انا بكلم جد. ما انا عارف، ما تبقى تيجي. طيب انا كنت بقول ايه؟ غبار. لا غبره عليها، وانا رجل عاطفي لا اطيق فراق المحبين. فيا حبزقه اظرم بقى لو ان انكتم. ما تقلبش دماغي، يبقى قول الكلام ده لوكيل الوزاره والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، ده كاتباه على كيس مخاد. يا حضره الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش. بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياه وتيتم عيالي الثمانية وامهم. عيالك الثمانية؟ انت متجوز يا استاذ خميس؟ لا، انما عندي ليا خلف ثمانية. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضرة الناظر اتنين، منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحبوا سيادتك ذكر ولا انتايا؟ ولما انتوا خوافين بالشكل ده، حركات الجنان دي لازمتها ايه؟ توبة حضرة الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا، حصلوا مدام شوشو بيه واعتذروا لها. وخليها تسامحكم والا. من غير والا هنعتذر لها وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. اتفضل اتفضل. روح يا شيخ روح ان شاء الله. جريت من ايه؟ مش عارف. الرحمه يا ست ظريف. انتوا الاثنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف. خميس افندي ملوش دعوه، انا المسؤول. اشتكينا انا، ارفديني انا. امبو سيبي. واي امبو سيبي؟ بيكوز انتوا الاثنين عجينه واحده. لا ست هانم، انا بتاع عربي، هو بتاع هيستوري. الله يجي لك هستيريا في نفوخك منك. له اذا كنت شايله حاجه من المرحومه من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ايه قلت ايه؟ ايه يا ست ظريف؟ ها؟ الولية راحت فين؟ مش عارف. يا ست ظريفه. ست ظريفة ست ظريفة. الولاية اتقلت على الله. البقية في حياتك. حياتك الباقية. ألف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا بالإنقاذ والمطاف يا رجالة. ما تتعبوش نفسيكم، الخيرة فيما اختاره الله. إيه يلا. اتكل على الله. حاسب يا أخويا تراز. أنقذت حياتي. يلا يا سيدي. أنقذت حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخاك من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد لحظه. لا مؤاخذه. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى. الحمد لله. مع السلامة. أجيب لك قهوة بسكر يا معلم. ودي يا ريتني قهوة. الله يخرب بيت مخك. هاتي حاجة ساقعة وحاجة رشيشة وحصلني على فحالك. عينيا. يلا.
كده القائد وسموكس وفي اجدع من بلدي. ابوه بناخدكوا زي ما خدك مش عارف زي فين. سموكس سموكس مش عارف. ما تاخذنيش يا ست هاني، كل وقت وله اداه. ولا يا معلم اهي بقى سالكه وزي الفل. خف يا معلم، الجماعه لسه ما ربعنوش. وانت مال ايه؟ النبي تاخد بالك يا معلم. بقول ايه؟ ولا زي. ايوه يا معلم شوشو. عاشور لخ رمعينا. شوشو ده كان زمان. عينيا يا معلم. تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوشو، قصدي المعلم عاشور. عاشور. غرضه يجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين. وهو انت برضو عاوز استئذان برضو يا معلم؟ ده حب قديم ومن فات قديم وتاه، ولا ايه؟ معاك حق، بس برضو الادب مطلوب. والنبي يا معلم كان نفسي ببدله سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي. جتك نيله فيهم وفي اللي عايز يحطهم على جتته تاني. هم متلقحين عندك في البيت. ابقى هات لك تروشكل وتعالى خدهم كلهم. ربنا يخليك يا معلم. يا حنين يا حنين يا شيخ حنين. فارت يا معلم. ده انا اللي فاير. قلت يا جميل. ارجوك يا معلم ما تفتحش الجروح، سيبها ملمومه. ما خلاص يا زوبه، من هنا ورايح مفيش جروح. عليا النعمه ولا الجن الازرق يقدر يفرقنا عن بعض تاني. بس انا خايفه يا معلم. قولي لي خايفه ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل. شوفي حكمه ربنا، انت تتجوزي وتبقي ارمله وانا كمان اتجوز وابقى ارمله. هذا جناه ابويا يا معلم. وجناه امي كمان، هي اللي اختارت اللي ما تسماش وحلفت براس ابوها اللي لازم اتجوزها. اللي فات مات يا معلم. على رايك. المهم دلوقتي نحط ترمولي على ترمولك ونتوكل على الله. الحقيقة انت فاجئتني يا معلم، والموضوع ده عايز تفكير. خلاص اسيبك تفكري على مهلك. نعم افكر. ده ايه يا اخوي؟ انا موافقة. ولا انت هتتمحك زي عوايدك؟ الله يخرب بيت شيطانك، طول عمرك دمك خفيفة مضروبة. شوف يا مولى، الخميس الجاي ان شاء الله فرح تحسين على منى. حلو. الخميس اللي بعده فرحنا انا وانت يا دنوب. تبنجني لحد الخميس الموعود. بسم الله الله اكبر. منى. ايوه. انا مش مصدق عيني. ما انا هو بين ايديك. تعالي بقى كده حبه بقى اصل كده. الله. انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه؟ كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين. قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لما كنتش بحبك كنت استحملت بلا امك؟ استني بقى. تبقى ليه منى؟ ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ربنا بلوى الواد خميس ده قاعد يقول لي اربع اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد. يا دي النيله. يظهر ان فطر الاربعه اتخاد الواحد يتهاله حاجات نيله خالص. ايه اللي نيله يا نيله؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول لي انت بتاربع ليه؟ وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني؟ بتشبه عليا؟ وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت كنت
فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا ده بوحدك، هي سايبه ملهاش ام تحميها. يا مرحبا. حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ امك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يقرا الفاتحه على روحها. يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهارده ابيض. النبي النبي تحسين النبي. توبة ان كنت اربع تاني. توبة توبة والنبي توبة. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الامورة. يهوي ايه اللي بتعمله ده قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع اربعة بقى. رد عليا هنا، ايه اللي بتحببه في البنطلون ده؟ بفك الزرار عشان اقلعه. اتقلعت دماغك من جسمك. طيب طلع قدام يا واد مش تختش عيب؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانيه اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا بقى. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفسي شالها كده؟ بكلم امك يا ست هاني، والله العظيم بكلم امك. يا حبيبي انت لسه قاري الفاتحه عليها. امك رجعت تاني، رجعت تاني. ازاي بس؟ ازاي بس ده مش مصدقاني؟ امك رجعت اكيد ما حدش يقدر يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار. قامت رجعت لنا تاني، طردوها من فوق. قطع مش مصدقاني والله العظيم. امك اهي واعده ليه زهير بقطع السرير. يا حبيبي السرير فاضي. بس اما اشوف هو مين. حنوت الكلب اللي دفنها كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحتين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم عن ماما بالشكل ده. الله هنا هنا تعالى هنا. رايح فين انت يا وليه؟ انت مش اتكلت على الله ونزلت في الدكابورت؟ وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس؟ الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب وقعدت لك لحد ما اتطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بحالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنت هدمار تحسين معذور، اصل امك صعب قوي ما تتنسيش بالسائل. يا بابا يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خلت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه ايوه. مين؟ 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 تحسين. اللهم اجعله خير. حد يخرج في ليله زي دي؟ مالك يا تحسين؟ مش موافق على الجواز. معقوله؟ دي منى بتحبك. انا بتكلم عن امها. امها مين؟ ده كله في المجاري يابا، ولا انت ناسي؟ تصور تقول انت فاهم يا ابن حفيظ ان ملهاش ام تحميها ده بعد. هي مين اللي قالت لك كده؟ حفيظ. ظريفة. يا سلام. والمصيبة لما جيت اقلع هدومي انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليلة زي دي. ايوه مش كده برضه ولا ايه؟ انا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه؟ ده اكيد. عملت لي فضيحة. راحت بص لي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يا قليل الحياة؟ هو انت ما عندكش دم؟ ما عندكش خشة؟ مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين؟ يا خميس بقول لك امها. امها؟ انت اتجوزت امها يا تحسين؟ امها ايه؟ لا انا متجوز بنتها. فبنتها تقول ابقى انا مراد جوز امها، يعني انا وجوز بنت امها في الجوز امها. ايه ده فين ليه؟ اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه. فنجان اسبرين وقهوه؟ اقول لها رجعت تاني ازاي؟ تقول لي خدت اجازه مفتوحه. شوف الحلاوه. لا حول ولا قوه الا بالله. بيني وبينك تلاقيهم في الاخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها. اعمل لك فنجان قهوه. ايه يا خميس؟ انا عايز اذكر عشان انساها، عايز اربع. عاوزي اربع. اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب. ايه ده منى ده؟
يا بنتي مش معقول كده. خشي نميلك شويه، ده احنا بقينا وش الفجر. يا بابا انا عايز افهم، هو ساب البيت ومشي ليه؟ البركه في امك. صدقي بالله يا منى، انا ليله دخلتي عليها اربعت اربع ازايز كونياك كله فوازير، ده غير ازازتين طافيه وازازتين عرقي وبوظه كمان، وكل ده عشان انسى انك تطشت في ميزاني واتجوزتها. ونسيت يا بابا. كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن، ابص لها السبرتو يطير من دماغي وافوق، اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن، ابص لها افوق، وفضلت على دي الحال، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي. ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت وحلوت بوجودك. عارفه منى، انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي خشي استريح شويه والصباح رباح. قربي مني شويه يا تحسين. انت فاهم غلط يا تحسين. بحبك انا بعبدك. انا خميس والله ما تكوني جمعه. حد هقول لحمد ناظر يا خميس. يو انا بغير بقى، بغير يا تسحيل. يا تحسين انت زودتها يا تحسين. يو اصحى فوق تحسين. تحسين تحسين. امال فين منى؟ منى مين؟ منى حبيبتي فين؟ منى منى يا منى حبيبتي يا منى. الا بالله. الله يرحمك يا امي، كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته. هم فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف، ما لقيتوش البيت. يا بابا لا يكون جرى له حاجه. الف مبروك، العريس لقوه. انا عاوز الحلاوه. حلاوه يا جدعان؟ انت فاكره معزه تايهه؟ العريس اهو اتفضلوا استلموه، لانه من ساعه كان امضوا لي على الوصل. الله يخيبك راجل، لما انتوا مش قد الارباع بتتنيلوا بتاربعوا ليه؟ وانت عرفت اللي حصل يا معلم؟ على العموم جت سليمه. بنا انا اسف يا حبيبتي، انا مش بتاع الحاجات دي. اصل الواد خميس قبل كتب الكتاب خدني في السر كده وقول لي خد اربع، وفضلت اربع 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 لحد ما بقيت كفته. حقك عليها يا حبيبتي. انا عازماكوا على الغدا النهارده، هطبخ لكم من ايديا حمام محشي بالفريك. تسلم ايديكي وعينيكي يا زوجتي يا حبيبتي. العشاء عندي انا بقى، هعزمكوا في احسن.
حماس طب ما كفاية عليه الأكرة أبدا لازم بالترباس أصل يا روحي نويت من بكرة أمنع كل كلام الناس حقهم الناس أقم من بلويها أما دي حق عليها لسان عايزة جنازة وتشبع فيها لا تنورني على العرسان قل خلوني بقيت مسكين ليل نهاري في حالة نفسية معرف اسمي كان تحسين ولا تغير بقى حسنية فهم غلط كان الظروف حط النقط فوق الحروف وقل وريح قلبي طمن ظهر شبابي كنت الأول سلبي من دلوقتي ايجابي عارفه السبع بتاع الغابه لو اقول لك اكون كذابه تقدري من دلوقتي تقولي ان ما بيني وبينه قرابه والعشرين زيه يهزوني يا ابني يطمعوا يجروا لو يشوفوني اللي كان واللي حصل الجو رق والنور وصل بقت القلوب زي البيوت لما تكون متحققنا من في الحبايب زينا حبيبي جه زي الاسد يتكف عليه مين الحسد بريء التمام من الاتهام وبقيت عليه مطمنة مين في الحبايب زينا مين في الحبايب زينا احم احم احنا هنا ليلتكو ليلة وطينا بتقول ليلتنا ليه هتقول ابويا من على القهوة طوي لما يشتحك تحسين مهلك قوليلي بس اسربك منين اخلص منك ازاي الشكيك المين مفيش امين شرطه اسمع الله خلصت من المصيبه دي تحسين انت رجعت تخرب تاني رد عليها يا جبان رد انت عايزه مني ايه بالظبط تبعد عن البيت مالكش دعوه بيها يا وليه يا عيب دي مراتي واللي نادي ليله دخلتي تحتشي ما صحش دخلتك طب ادخل كده اذا كنت راجل صح ادخل ما تدخل انا اعدالك اهو اعدالي دي اعدالي شوف الحلاوه هتفضل اعدالي
ابني، انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك، بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ اتفضل يا دكتور. منى وردة حلوة حماتك بتنجان اسود معلم عاشور اوف ابو ودنين اغس الله يكسفك. في ايه؟ مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليه اوف ابو ودنين. انا اوف ابو ودنين؟ الله يطلعك يا تحسين، انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك. ها معلش يا معلم، اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي اللي اتحيا يا معلم. هو دلوقتي في نوبه صراحه، وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم الباطن. تمام. خير. اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذة، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. يا نهار اسود ومنيل بستين نيله، يعني بنت اتجوزت حرمه. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقه؟ شوف اي، مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليله حمراء، وبعد الليله دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من عليا. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجه عليا؟ حد قال لك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحده، تشقط له واحده يقضي معاها الليله. اشقط انا؟ انا على اخر الزمن كلم اسحيل لما كده. خلاص خلاص. حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم. ان ما كانش عشان خاطره هو يبقى عشان خاطر انا وبنت يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحناظر. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله، تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس اسكت. واخد لي بالك؟ وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العياده، وانا حراقب كل حاجه من الجهاز ده. خبر زي بعضه يا جدعان، يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل بابه عليه وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين؟ وبعدين؟ دي سيكولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. ان شاء الله. بس اسكت. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمه ان شاء الله. سليمه تعال 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 بس تعال معانا. يلا يلا توكل على الله. يلا بينا. الحمد لله اللي جزء في دخلوه يا معلم. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم الصبر طيب. ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف؟ ايش ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. ما تفهموني ايه الحكايه بقى بالظبط؟ اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح، مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه. تفضل
أربع دول عبال ما وضب لك السرير والأوضة احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وإيه ده اللي عظيم وهايل؟ أكيد الأنتفوريا واضحة علي. أنا أصلي افتكرت إن عندي مشوار صغير رايح أقضيه وأجي. طب أجي معاك عشان أنا بخاف أقعد لوحدي. لا 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 دكتور قال ما تخرجش أبدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تأخرش عشان أنا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي إن ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. عاوز هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي 5 دقايق من وقتك تبقى عملتي عمل انساني كبير. انا مش فاهمه انت عاوز ايه بالظبط. مش انا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي انت عايزاه. يا صيفي انت، ها قلت ايه؟ في ايه يا فندم؟ عاوز حاجه؟ انا مش عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس. 5 دقايق وحنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له معاه عروس 5 سنين. هوب بان معاه عروس ده عروس مين؟ هو مه بيعني. الدكتور قال معاه بيعني. قلت ايه؟ الله انت رايح فين؟ ساعات البيت. سيادتك فاهم غلط، انا مش عايزة عشاني، ده عشان هو، وهنديها الفلوس اللي هي عايزاها. انت عايزة كام؟ ادي جنيه وهات الباقي. انت مالك انت؟ يا ابويا ساعات البيت. يا ساعات البيت، انت بتضربني ليه؟ انا ما بحبش الحاجات دي. انا والله العظيم راجل بصلي ومش ممكن اعمل حاجة تغضب ربنا. وحياة والدك تكلم هلنا. ها احنا مستعدين ندفع لك اللي انت عايزه. انا شوف حدلك اللي انت عايزه كله. ادي جنيه وهات الباقي. ها اتفضل يا مانا اتفضلي. سعاده البيه المساله كلها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق على ما سيادتك تشرب القهوه نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ تهليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبره، انا هلبك بقى. اوعى اوعى انا هتصرف بقى. يو اللي جتني تاني. الادب الادب ناس ما تحتشيش. يا راجل يا كلب يا يهو. ايه يا انت اهو ايه تقول ايه كده؟ الله يلعنه. خير طمني. جوز بنتي طلع راجل. راجل؟ راجل ولا مش راجل؟ انا مضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ عالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه. بقول له يا سعادتي بيها ناخد الوليه 10 دقايق عقبال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل. وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. يا اهلي انا مالي باللي بتقوله ده كله؟ طمني الاول، هو طلع راجل ولا لا؟ يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي، انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع ما اقول. ايوه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك ضغوف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم. اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا خليك. بلاش هاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه. كنت اعرفها يا مشاو. وطي صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيهم هيباتوا عندها. عن اذنك بقى ما البس حاجه عليا عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. اخاف على الدكتور لا يتعدي.
خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبا، مش عايزه. حياه النبي، عين وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جايه عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها، رجلي بره ورجلي جوه؟ يا حبيبتي يا زوبا اصيله. قولي يا منحوسه يا زوبا. بقول ايه، عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيان. طيب يا حبيبتي. عن اذنك. اهلا وسهلا، اتفضل يا سلولة، خشي برجلك اليمين. مش معقول، بحبه. ايه ده؟ ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبيني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود مليجي؟ مليجي مين؟ امال مين انت؟ مين ده؟ ما اسمها زين لولا. اه هي دي امال زين لولا. ايوه انا بتاعت التجربه يا معلم. معلم ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانيه واحده. ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالي ايه يا مكرم؟ ايه مرعوب ده ليه؟ في ايه؟ هي دي عريضه قوي. عريضه مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفه شارع عماد الدين على رجل واحده. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزينه يقطع الخلف، فاهم يعني ايه؟ انت هتقعد تتفلفس، انت تروح توديها له، مالكش دعوه، هي تصرف. يا ابني انت تعالى يا وليه يا ابو سيدي. لا انت بتحبني يا وليه. انا لو عاوز حاجه واحد ده هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤسه. انا حد عامل لي عمل؟ اديني بؤسه. ما اديش لحد حاجه. اوعى تخومني، اوعى تخومني ابدا يا وليه. ايه ده؟ ربنا معايا، ربنا معايا، ربنا معايا كده. جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا لولا، الراجل سرجن. معلش بقى، يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش. ولا حتى هتعلقوني من كل حاجه. لا معلم، لا ما هو انا بقى هفهمك. انا هفهمك لك اهو يا عينيا، ولا زيك اهو في الرجال، والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكاله، من غيرك ليا يا اختي يا شربات، اختشي يا وليا اللي اختشوا ماتوا، اتلم وخلي في وشك دم. هي اللي تشوف حسنك تتلم، تتوب توابات وتموت موتات، وتسيح سيحات وتروح وحدك كده بالاحضان، وتروح وحدك كده بالاحضان. احضني يا معلم. يا مبيت يا بوليت، دوغان هربان دوغان هربان، خليك هنا خليك، بلاش تفارق، طوعني لاخد فيك سنة سنة واقول ده سارق. ابعدي عني، اعملي معروف، روحي سيبيني انا عنجد روح. يا اختي عليك يا اختي، ويا روحي عليك يا روحي، لما تكون يا جميل مكسوم صارت ليا، تعالي اوام انا عندي كلام، انا عندي كلام بدي اقولك، اخلاصي. طيبك لما عليا يفوت، ما بنامش الليل وانت بتجرح، عيش واموت اموت وانا موت موزيل،
عيبت انا على وش جواز. اه من حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه جلاس، وانا بترجع وبحيله ود العشق الخباز. لا وحتى بقيت مش طايله، وانا اجيب لك عذاب احساس واعمل لك اللي مايله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. مين دول اللي وحشوك؟ عيونك وحش عيوني. دول مش عايزين يشوفوكي. ياللي مش عاجبني بتوبة وبعادك عني رتوبة. طب اعمل ايه معذوبة ودنيا بقت مخطوبة؟ ادي زوبة زقع. لا 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 ادي زوبة زقع. لا 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 ما تفكرش فيها ودي زوبة زقع. لا 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 هي اولى بيها ومن استاهل الزقع. لا 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 معلم يا معلم يا حنين يا معلم يا اخويا يا نار زي بعضه رحنا في داهيه. اهدني يا معلم يا شيخ اتنيلي ده انا دمي هيب. بقولك ايه؟ تعالي هنا معلم. فين يا معلم؟ تعالي. لا انا فين؟ خش الاوضه. لا لا تعالى معايا. هو هنا هو معايا. ايش ده؟ مش طالبين على ايه بس؟ حاضر. فين شوفي اهلا يا شوفي اهلا بيك. ازيك؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ ها قلت المنى رايحه ازور واحده جارتي عيان. وجيت اشوف تحسين. هي قال ايه الدكتور؟ دكتور ايه؟ ده انا اللي عايز دكتور يا دوبه. عيان؟ يا لهوي يا معلم، ده انت حرارتك مرتفعه. اما اجيب ميزان حرارتي. مش عايز ده انا ما لبست صوبه. مفيش داعي. ملوش لزوم. ازاي مفيش داعي يا ستي؟ بس والله ده انت غالي عليا. الله يخليك. انا غالي عليك. لو كنت غالي عليك مش عايز حاجه. مش عايز. الله، انت مالك؟ مش عايزني اخش الاوضه ليه؟ انت مش على وعدك ليه؟ الاوضه يعني انا مالك؟ انت فين يا معلم؟ انت فين يا الله؟ انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله، ودي تطلع مين دي؟ انا نجوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش. بقى يا راجل تسرب بونا وشغال وتبعتهم عندي عشان تعمل عمتك السودا دي. وربنا يذوب انا بريء. اخرج ما تمشي اسمي على لساني. معلش طبيعتي بس شويه. فاهمنيش؟ فاهمك كل حاجه. تعالى يا معلم تعالى. مين الست اللي بتسير مني وتحكد عليا دي؟ سيبيني في نصيبتي ونصيب جوز بنتي. اعملي معروف. اتكم. مش كنت تقولوا انكم مش هتعرفوا وتتصرفهم؟ اهو ده اللي حاصل. خلاص انا هتصرف. يعني مؤاخذه انت هتستقضي حاجه بمعرفتك. اسكت انت يا خبتك يا خبتك. بذمتك خدت ثانويه عامه؟ اسكت يا ولد انت. اسكت بس يا معلم. هو انا اتكلم؟ الو كباريس صرصار المراهق. مدام نونا من فضلك. نونا اهلا نونا. ازيك يا نونا يا بنتي؟ طبعا انت يا حلوه. انا دكتور ويليام. نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 شغلانه مهمه قوي. اي خدمه؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا قوم لحسن مستعجله، ابتدي الجلسه بسرعه. جلسه ايه يا استهاني؟ اكيد حضرتك غلطانه. انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصه انا تحت امري. اوكي اوكي. انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. قول. مره بابليون برا برضه كان نازل يشتري معسل. راح عند الراجل بتاعنا. فبابليون برا برضه ما لقاش الراجل بتاع المعسل. ام قالت له انت ما لقيتش. ام بابليون برا برا برضه قالت له فين المعسل؟ انت ما جبتوش ليه؟ عظيم عظيم. خير يا دكتور؟ طمنا ولا خف شويه عليا. خف شويه يا معلم. دي لسه مرحله تمهيديه. وبعدين بعد ابراهيم باشا جه وراه على طول زكي. ايه ده دكتور؟
دكتور. بتبوسه بتبوسه. وايه النصر دي بتحضنه؟ خف عليا بقول لك بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خليك يا معلم. بيقول علي السرياوسي بعد ذات السمان هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. خشتي تحسين مات. مات. ألف مبروك. ألف مبروك يا معلم. ألف مبروك. الأستاذ تحسين في غاية القوة والحيوية والنشاط لدرجة إن الجهاز أعصابه ما استحملتش. إيه وتسيبة العراجل. وتسيبة العراجل. وتسيبة العراجل. أشكرك يا رب. خلاص. تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحالة اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحالة بسيطة ما تخافوش. حلاوتك انت. قول قول زي ما عجبك. قول بقولك عجيب خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حتة بعيد عن الشقة في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. عايزين استاذ. ايه العمال اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي الاحتياط واجب. كان لازم اطمن ان اللي ما تسماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ أنا زعلان عليك أنت. وأنا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمر أحلم بيكي وأتمنى أكون جنبك. ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي. أنا جنبك وهفضل جنبك لآخر يوم من عمري. ودي كلها أزمة وهتعدي على خير بإذن الله. يعني هنقدر ن ها؟ تحسين. بقولي لا. خش هناك. انت لسه برضو زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوق. ما خلاص هانت. انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخره يا معلم. اهدى يا زوبه الموقف صعيب. وانا حالتي اصعب. الصبر يا زوبه الصبر. اشتري منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضنه الوساده الخاليه وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير بكسف اقول ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رشي تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا لا بلاش كده زوبه بلاش. احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظه انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئه ونسميه سراج. تاكس تاكس. استنى استنى وحده. استنى خش انت روح خلي دي هنا. لو كانت فلسطين وحياتك. على مالك يا اسطى؟ هي الدنيا طارت؟ ماما بلاش دوشه بقى علاج دماغي عاد كده.
هزرقت لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها. ده بعدك. خلاص والنبي لكون شاربة من دمك النهاردة. هات الشنطة من قدام وحياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واقف كده ليه؟ العربية ماشية من غير سواق. في عربية من غير سواق؟ يا راجل شوف شغلك. اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعمليه ده. ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعدوا عن بعض. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. جاتك خيبه؟ تحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقي، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا وليه؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى، انا مش عايز. فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى. واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى التراوة كده ليه؟ انا حاسس بتراوة. ايه يا وليه انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ ايه ده؟ غسيل كويس؟ لا كده اعطس بقى وكده احكالي. ايوه. باي باي. الهدوء الهدوء يا بنت المجنونة. خليك كده يا خالي. يا ولية هات الهدوم وإلا حتى أضرب فيك العيد. ما بالك صح؟ يا خدتك يا نودوم يا نودوم يا حلو. يا ولية هات هاتي بقولك. هاتي بقولك الهدوم حتى مش هحصلك طيب. حتى أضرب فيك العيد ما بالك صح؟ ايه بس ايه بس ايه انت زعلت يا حبيبي؟ عبد البرش انت الكرسي يروح. باي باي. جود باي. باي باي. حمام جرحة. واطلعي بالحالة اللي انا فيها دي جناية. بقول لك اطلع احسن والله العظيم. يا سيد انا عندي موانع شرعية. ما تفهموها بقى. افهم من كده انك مش عايز تطلع؟ يا عبدو يا مصطفى تعالوا هنا بسرعة. خلي الراجل ده يطلع من البحر. يلا بسرعة. اوعى حد يقربني. اوعى حد. طب طلعوا الستات الاول. انا غير مسؤول عن اي حاجة. المسألة هتتكشف. اوعى ايدك انت. طلعوا الحريم. طلعوا الحريم. انا ماليش دعوة. طلعوا الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه.
سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم، ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام؟ في حد في الدنيا ينزل الميه من غير ال وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاستك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان اسك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع، وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل، وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده، مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي ايه دي اللي ما تطلعش تاني؟ اصل انا بفتح الدولاب دايما، تبص تلاقي هي طالعه في قلب اللي، فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست بالاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفني قدامه وقعد يهزق فيا كام كلام ده؟ يخرب بيتك وما سابوك تاني؟ انت عايزه مني ايه يا اسرع؟ يا ماما يكون في علمك لو تحسين جرالها اي حاجه انا هموت نفسي. اخت عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحتيه شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحتيه. حقك عليا يا ست، انا غلطان. هات راسك ابص. اوعي شيل ايدك، انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا الليله دي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ مفيش مانع. ايه ده؟ تجيب لي ميه سخنه؟ اعمل بيها ايه دي؟ احلق بيها دقني؟ هات لها ميه ساقعه. لمين؟ لحماد؟ تحت امرك. انا فضلك. يا فندم. شوف ماما تاخد ايه؟ ماما تاخدي ايه يا احلى واظرف واضعص حما في الدنيا؟ اخد عمرك. هات لها سامعه؟ تحديد. سامعه رقه ماما وظرفها وخفه دمها. بقول لك ايه؟ عايزه طبق مكرونه سباكيتي بس توسع، فرخه محمره بس مش من بتوع الجمعيه، انا عارفاهم. فرخه بلدي من اللي امك مربياهم. هات لها مكرونه سباكيتي وفرخه بلدي من اللي امك مربياهم. نعم. وهات لها بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. احنا بقى جاب لنا اثنين شوربه فراخ من اللي امك مش مربياهم. وبعدين بقى؟ واثنين اسكالوب بانيه من اللي ابوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي. هقلب عارف وغم هنا بقى. تحت امرك. يلا. منوره يا حماد. مالكش داعي. السباكيتي والفراخ بتاعت امي احطها فين؟ ايوه هنا يا ابن المفضوح. اتفضل. دي اللي امك مربيها؟ دي مراتك اللي مربياها. اكلك منين عيني يا فرخ؟ اكلك منين؟ اتفضل اتفضل شوف شغلك. اعوذ بالله. اجيب لك تحت بصل يا حمادي ولا بتحبي بابا غنوج؟ اما افطرك بس استنى. افطرك حتى يا بنت.
انا اللي عايز اعرف في حاجه برقص مع حماتك. يا ايه واحد برقص مع حماتك ممنوع ترقص مع حماتك؟ ايوه. هي فين دي حماتك اللي ترقص معاها دي؟ هتعرفني بيها كمان استاذ ويليام مدير الاوتيل حماتي. لا احنا صعايده بقى ممنوع البوس. حش انا متاسف فاتتني دي. تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم جد تاخد كام؟ يا ابني الحقيني يا ابني. مبسوطه سيفتي؟ معلش نشوف لنا اي لوكانده تاني. مش ممكن المره دي جت سليمه وطردونا من لوكانده. المره الجايه هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يكملك بعقلك اهو طول ما انت على الرصيف كده وانا متكيفه جدا. مبسوطه من طولك لسان امك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده. ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح وساعتها حلاقي الف حلال. استريحتي؟ قوي. ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى انا مطمنة قوي ان مفيش حاجة هتحصل. تصبحي على خير يا حبيبتي. وانت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني انام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده؟ هتلاقيني بقطم مرقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكل على الله. يلا اهدى انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده في بيت ابوك؟ يا ست انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشكل وتلاقيه حجيتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. انت سامعه امك؟ وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحمل يا حبيبي. انا هفرق. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما. لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما. تحتين روح هات تاكسي لماما. تاكسي. الله يرحم ايام ما كنا بنشعبط في الترماي. سامعه؟ معلش. اتفضل يا ست هانم. فضلك توصل ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. حضرتك عايزه ايه للوكاندا يا ست هانم؟ بقول تحب تطلعي لادي اللوكاندا. الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شاورما. تاكسي 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 تاكسي. حاسب يا اسطى. اتفضلي. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت حاجه؟ اخواننا ايه بالعمال دي؟ اي ايه ده؟ هتخلوا عندكم دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ حد كلمه؟ البواخه بتاعتك. ايه ده؟ هو مفيش تكوس يعني؟ يلا يا خلاص يا دي. يلا يلا بينا نزل. يلا خلوا عندكم ذوق بقى. ايه يا شيخ بالهنا؟ ادينا نازلين. اتفضلوا. حد يكلمك؟ عندي تهزروا جوه التاكسي. اخرج. ايه فوضى. لا ما هو ما تتكسفيش كده بقى احسن اتكسف انا كمان. دي حاجه جديده عليا. دي حكايه بسيطه خالص. عارفه كل الحكايه ان احنا بنتلخبط على بعض ونقوم خايفين شويه عيال. طب لخبطني بسرعه والنبي. بسم الله الله اكبر اللهم صل على النبي. تعمل ايه متنايل على عينك؟ حاسس ده مش غريب عليا انا. مالك يا معلم؟ مش عارف معلم. ده مين؟ ظريفه الحقوني. بقى بعد الهنا اللي هنتهولك راح تتجوز عليا ان مفرقتك وعفرتك انت والواد تحسين ما بقاش انا بس. يا اخوانا قولوا كلام غير ده. يا اخي هو ده اللي حصل. انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط. دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت ال يا بابا يا بابا انا شفتها بعينيا. دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا.
طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتك كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت، قصدي بتاع ارواح، ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا، دي بسيطه، اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصيه ظريف. امي، ام الله يرحمها. ايوه انا امي، امي كانت ملبشاها وكانت دايما ظريفه تعمل لها الف حساب. تمام كلمت. وامك اشمعنى؟ اسمها ايه؟ حفيظه بنت مسعد. بللم بللم بالبليلة. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت، عمك مدبولي بيناديك وبده يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفة بنت مسعدة مطلوبة في مهمة رسمية كلها خير وانسانية، هندور عليها بهمية. مهم استنى عليا شوي. ما تخافش مش هتتعب عم شبركيت، اكيد هتلاقوها، دي معروفه عندكم كويس. بلاش يا اختي تتكلم تودي نفسك في داهيه، زمانها بتاكل دلوقتي مفتقه يا عم شبركيت. عزوبه ده يأذوكي بعدين. معك حق يا اخويا، الطلب موجود والارسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبركيت؟ الوصول تبعتولها الاول دعوه من اللي عليه النيه، وصدق عليها من الأنصلية، ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبراخيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا، انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبراخيت ارجوك تحاول، واما من ناحية الاجر انا هكتر وعناول. وين 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 وين؟ ايوه طبعا احنا تحت امره. اديله زرابيا، اديله زرابيا، شوفوله زرابيا، اديله زرابيا. دي ماشي طمي عطسي، وده عطسي طمي، والله عطسي طمي. مساء الخير يا جماعة. أمي وحشاني، أمك وحشاني، ودوني لأمي. ازيك يا أمك وحشاني؟ وانت كمان يا ليه يا اما السنين لوحدي ليه؟ لحال الدنيا يا ابني، محدش بيعمر فيها. وازاي الحال عندكم يا حفيظه؟ كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمه يا ريت، اللي في الجنه شايفين اللعيم والراحه يقولوا يا ريتنا كنا كترنا، واللي في النار يقولوا يا ريتنا ما عملنا ولا اذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير، كنت عايزني في ايه؟ ظريفه يا اما، ظريفه مطهراني في عشقي. وانا والنبي كمان انا عايزه اتجوز. دي مدوخانة كلنا يا اسطى حفيظة. الولية دي مش ناوية تجيبها لبره، عدوك على اللي عاملاه عندنا. كمان عندكم؟ قلب الدنيا موقعة الملايكة في بعض والشياطين في بعض، خلت الآخرة فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم راضيه تقبلها. الأربعين يوم الأولانيين نامت على الرصيف، وبعدين هربت وجت لكم. والعمل يا أما مش عارف أعيش، دي جت ورايا اسكندرية. ولا يهمك، سيبوها لي انا، انا من زمان معروفة منها. علي النعمة طول عمرك ست مجدع، وما حد هيجيب دقة غيري. والله عاد بتعملوا اجتماعات سرية من ورايا؟ انت جيتي يا ظريفة؟ يا نهارك اسود، اللي جابك هنا يا ولية؟ بتعدي صوتك على اقدم منك، مش عاملة حساب للاقدمية يا قبيحة قلة الادب. يا ناس يا برهة، ده دول ما هو مش عايزين يناسبكم، هو بالعكس هيتجوزها غصب عني. من ده؟ بس ياك انت تتلبي وتروحي لهم البيت. عندكم مبهدلنا الدنيا هنا يا بنت. السيب يا بنت العنوان، شارع الشرفة نمرة 4، الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. يا بنت لا ما تخافوش عليا، انا ماسكاها من زمارة رقبتها. ايه
اهلا. تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطه الاتوبيس عشان ارجع لكم، ومش عارفه زحمه مواصلات بقى. اتفضلي اتفضلي. لا ليدي فيرست، يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول. اتفضلي. اوعي سيبي. ظريفة. اصل العربية اللي خدوني فيها الكاوتش بتاعها فرق، فسبتهم وهرب وجيت لك. وجايانا انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي. اعمل معروف، روح لهم تاني. اروح لهم؟ اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا. مروح دلوقتي ملوش لازمة يا خمس. وانا مال انا يا استاذ ظريفة؟ وانت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحداني، انت فرداني وانا فردانية. قلت بقى يا بنت نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمة؟ لا لمة ايه يا حياتي؟ هنتجوز بعض. اسددك، اطبخ لك، اغسل لك هدومك المقلية يا حبيبي. ها ايوه. ده انت كده منفسة خالص. منفسة في عينك؟ ده انت اصلك ما تعرفنيش، ده انا ههنيك، هبسطك، هخلف لك عفريت صغنونة قد كده اهو، تحفراتك تجننك. تعالي تعالي ظريفة هانم، ظريفة هانم، ظريفة هانم، صلي على النبي، صلي على النبي. ايه؟ بص ايه، ما هتروح في الهوا. النهارده الجمعة، أنا بقى في يوم الجمعة. مش هتفتح؟ لا أنا مروحة. مع السلامة. إلى ربنا يخليكي البني آدم لحضرتك. كده؟ طيب. كده تهرب مني يا روحي. ست اعملي معروف. إيه؟ اعملي معروف وأبوس إيدك، ابعد عني. بوس. أنا ما رضيتش أتجوز بني آدمة، أتجوز عفريتة. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقي، انا هنتحر. خميس. احب الموزة بنقطة. خد اما اقول تعالي وقعتيني. الله، قوتي في سبع ارواح. انت عايزة ايه مني تاني؟ ما تسيب الجدع في حالي. مش كفاية انك ما عملتيش خير في دنيتك؟ اعمليه مرة واحدة في اخرتك. طب قدام هتجوزه بس مرة واحدة قدامي يا ست السيفي اللي خربت سنينك. مدرجينة معايا ليه يا حاجة؟ قدامي. مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ عايزانا نعمل ايه؟ واحنا قدرنا نعمل حاجة وما عملناهاش؟ من دلوقتي تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا خلاص سلمتها لبوليس الاخرة. ينصر دينك يا سيفة. يا حبيبتي بص يا حاج، وشاكر يامه قوي.